أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه سيتم اليوم تركيب آخر قطعة خرسانية من جسر الشيخ جابر الأحمد وصلت الصبية، والذي سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي. ويعد جسر الشيخ جابر الأحمد رابع أطول جسر في العالم، إذ يبلغ إجمالي طوله 36 كيلومتر. بلا شك نحن اليوم سعيدين على هذا الإنجاز لمشروع أنجز في وقته، يعتبر رابع أطول جسر بحري بالعالم، يصل وسط الكويت بشمالها بتوجيهات من حضرة صاحب سمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وأيضا توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأشغال والمتعاقبين وكل من هذه الكوكبة الطيبة من مهندسين والمهندسات الكويتيات، الذي يعني آثروا العمل مع كبرى الشركات وقدروا لله الحمد بإكمال هذا المشروع بدقة متناهية.